يسعد اوقاتكم زملاء، اهلا وسهلا فيكم بالبيوميكانيكي كلاب سمر كامب. زملاء، هي من المحاضرات اللي ما فيني عملتهم لانه كنت ضل مشغل اللابتوب، فهي اللي صار فينا هيك انه اذا ما كنت مشغل ورا بعضه بلحظة الشحن هون اللي بتصير الاشكالية. فرح نعوضها اليوم وبكره ان شاء الله. هلا رح ناخذ محاضرة بالبيوميكانيك عن المولر ابرايتنج لوبس. شو بنستخدم نحن المولر ابرايتنج لوبس؟ نحن بنستخدمهم منشان اذا في عندي انا مولر مايلي، يعني هلا رح نحن نعمل نظري وعملي، لا تاكلهم، يعني رح نحكي شويه نظري بعدين رح نفتح الكاميرا ونشتغل. بيكون عندي مثلا مولر نايم مثلا بهذا الشكل، انا عندي هون بريمولر فرضا، وعندي انا فرضا بريمولر، لانه تخيل انه عندي فيرست مولر رايحه، عندي السكند مولر مايلي بهذا الشكل، مايلي بهذا الشكل. طيب انا بدي اعمل ابرايتنج، يعني انا بدي احولها من هذا الشكل لهذا الشكل هيك، اذا بدي اعمل لها ابرايتنج بهذا الاتجاه مع الحفاظ على وضعيه البريمولر بمكانه، مع الحفاظ على وضعيه البريمولر بمكانه. فشو نحن بنساوي؟ في عندي انا مجموعه خيارات. ممكن الخيار الأول هو إني أنا أستخدم لوب أبرايتنج، لوب أبرايتنج. طبعاً هاي دراسته بتكون أو بيكون دراسته البيوميكانيكية مضبوطة، يعني فينا نضبطها نحن. مثلاً نحن بنشوف في ناس مثلاً تعمل هذا الخيار، نحن رح نحكي من الخيار الأقل جودة ونحن طالعين. الخيار الأول أنا بيكون عندي فرضاً المولر، بيكون التيوب تبعه هيك شكله هون بهذا الاتجاه، عندي هاي البراكت الفور مثلا، والفايف بيجي الطبيب بيحط ستريت واير بهذا الشكل، وبيكون حاطط نابض هون هيك بيتفش المولر. لكن شو اللي راح يصير؟ راح يصير عندي انا ردة فعل انه السند الفور والفايف راح يتقدموا للامام. طبعا هي حركه ما مضبوطه، ليش؟ لانه ما نعمل وجه، يعني ما كنترولد، نحن بنسميها جملة قوى مضبوطة أو منضبطة، ما أنا كنترولد هاي الحركة، بتعطي نتائج صح، بتعطي نتائج لكن أثار الجانبية أكثر من نتائجها. وخاصة أني أنا لما بدي أعمل هاي الحركة لحتى أدخل بالواير بهذا الشكل، يعني لما بيكون في عندي انحناء بهذا الشكل، وبالتالي الواير لازم يكون مرن، وإذا كان قاسي، رح يحافظ على هي الوضعية، وبالتالي أنا عملياً ما فت للمولر شيء. فبالتالي أنا بدي استخدم واير مارين، وواير مارين إني حط واير مارين وحط فيه كلوز لوب، وإنه خليه يفتح هذا الكلوز لوب بشان إنه يحرك المولر للخلف، هاي حركة مانا مضبوطة. بنرجع بنحكي ممكن تنجح لكن احتمال تشتغلوا على 10 مرضى، احتمال 2 تنجح معهم، 8 ما تنجح، احتمال 2 تنجح 8 ما تنجح. هذول اللي نجحت معهم احتمال نمط الاطباق عندهم قوي، العضلات قويه، سببت انه الاسنان ما تحركت. يعني هي بيرجع لمبدا الدعم، لما بدنا نحن ناسس للدعم نعتمد على العضلات وكذا، وهيك بدراسه الدعم. فممكن يكون عضلاته قويه جدا، هي العضلات خلت انه الفور والفايف ما يتحركوا، وخلت انه المولر ما تبزغ كتير وكذا هالامور. فممكن حظه انه اجى هيك، لكن نحن بدنا نعمل حركه انه اذا بنطبقها على 10 مرضى نستفاد، مو انه من اصل 10 2 نستفيد استفادوا و8 لا. فالخيار الاول هو الاقل جوده، هو هذا الخيار، يعني انا احط واير مرن نوعا ما مشان فيني يدخله انا بتيوب المولر، تحط كويل سبرينج، هذا الكويل سبرينج بيكون كلوزد، كويل سبرينج بيفتح بيحرك الاسنان، بيعمل رده فعل تقدم للفور والفايف، وممكن يعمل ابرايتنج للمولر. الخيار الثاني انه انا عندي المولر بتكون عامله بهذا الشكل. ممكن هون نحن بالريترو ماندبولار بار، هي بالمين سكرو بنحط زرعه ومن نسحبها بهذا الاتجاه بهذا الشكل، طبعا مع اتباع قوانين الزرع ودراسه البيوميكانيك بشكل جيد. لكن هي احد الوسائل، يعني انا اعمل بهذا الاتجاه بهذا الشكل، يعني احط انا هون باتم زر اكريلي، زر تقويمي،
واحط هون ميني سكرو بهذا المكان بالريترو مانديبولار باد، واحط انا مطاط يسحب او نابض يسحب بهذا الشكل، فبيعمل لي انا برايتنج للمولر. هذول الخيارين نحن ما رح ندرسهم اليوم. الاول نحن ما بنهتم فيه، يعني مثل ما حكينا نسبة نجاحه ما أنا متطبق على الجميع، هذا نحن ما بدنا ندخل فيه لأنه نحن بالأصل هذا بهالحالة ما عاد درسنا لوب، يعني نحن هون عبارة عن زرعة وحطينا مطاط. الاحتمال الثالث زملاء هو أنه أنا عندي مولر عامل بهذا الشكل وعندي أنا بريمولر وبريمولر. نفترض أنه أنا عندي، هلا نحن عم نفترض أنه في عندي فراغ. ليش أنا عم نفترض أنه في عندي فراغ؟ يعني أنه المولر صار فيه ميزيال تيبينج نتيجة هذا الفراغ وكذا وهالقصص، لكن ممكن يكون عندي أنا بالأصل المولر فيها تيبينج، يعني احتمال ما يكون في عندي فراغ، احتمال فوراً من السيكس هون مباشرة عندي أنا ميلان، يعني مباشرة، مو أنه هذا سيفن وناتج عن قلع السيكس هون فصار عندي ميلان، احتمال يكون السيكس عندي ميلان نتيجة قلع أسنان لبنية مبكرة، يعني المولر الثاني المؤقتة فصار في مثلاً ميزيال تيبينج أو كذا أو هيك، ممكن صار هذا الشيء يعني، لكن احنا عم نعطي هذا الاحتمال. زملاء حطوا صامت بعد اذنكم، ما حدا يفتح المايك اذا ما مضطر. فالخيار زملاء انه انا عندي هاي تيوب المولر وعندي انا البراكتات بهذا الاتجاه، عندي انا شكلين اساسيات للابرايتنج لوب. عندي أنا الأبرايتنج لوب إما يكون محمل على الأسنان، وممكن يكون محمل على المينيسكرو. هلا اليوم نحن محاضرتنا إنه أنا كيف بدي أعمل مقارنة، هن بميكانيك واحد زملاء، لكن إنه بدنا نشوف إنه نحن إذا مثلاً كيف نعمله نحن على مينيسكرو، كيف نحن بنعمله على الواير. الشكل الأساسي للأبرايتنج لوب بيكون بهذا الشكل. لحظة، الشكل الأساسي للأبرايتنج لوب بيكون هذا الشكل، هذا الستاندرد بيكون هيك، وبيكون في عندي أنا هوك بهذا الشكل. هذا الشكل الأساسي للأبرايتنج لوب. لما بدي أنا حمله على أسنان بيكون عندي أنا آرش واير ممتد بهذا الشكل، بكون أنا عامل هوك هيك، كون أنا عامل هوك بهذا الوضعية هون، وبيدخل هذا الطرف بهذا التيوب، والهوك هون بيتعلق بالواير الموجود بين التو بريمولرز، يعني بيصير الهوك هيك. طبعاً نحن الهوك بنعمله حر ما بنثبته، لأنه تثبيت الهوك رح ينتج عنه بميكانيك مختلفة تماماً. نحن بدنا نتركه حر مشان نترك مجال للمولر إنه تتحرك بحركة صحيحة. نحن بندرس بالبيوميكانيك انه كيف نحن بدنا نحدد المشكلة. في عندي انا مولر بدي انا احركها لحتى تصير بهذا الشكل. اذا وين مركز الدوران؟ رح يكون مركز الدوران بالديستال روت، هي رقم واحد. لحتى نحن نحقق مركز دوران بالديستال روت، راح لحتى يطلع بهذا الشكل هذا السن ويحافظ على وضعيته بحيث أنه ينتقل مباشرة من هاي الوضعية لهاي الوضعية بدون ما يصير في عندي أنا تيبينج ما أنا مدروسة أو حركة ما أنا مضبوطة. فمركز الدوران رح يكون عندي أنا بالحالتين، إن كانت عندي أنا على مين سكرو ولا إن كان على لوب محمل على واير، الحالتين رح يكون مركز الدوران بالديستال روت الخاص بالمولر. طبعا هذا مركز الدوران حتى اذا كان عندي قطعتين او عندي ثلاث قطع، يعني اذا عندي انا مولر وبري مولر مثلا. احنا عم نحكي عن الابرايتنج لوب الخاص للمولر، لكن ممكن نحن نتعامل معه على بري مولر، يعني ممكن نتعامل معه على انه مولر وبري مولر مع بعض، هلا بنحكي فيها بهذا الموضوع. فاذا عندي الشكل الاساسي اللي نحن الستاندرد اللي راح نتعامل معه هو هذا الشكل، بيدخل هذا الجزء بتيوب المولر ويعلق هذا الجزء بهون بهذا المكان. هون ليش نحن نعلقه بهذا المكان ونتركه حر؟ لأنه هون يمر من مركز المقاومة زملاء. يعني إذا أنا عندي هون كناين وعندي أنا هون بريمولر وبريمولر، لما
بدي احط انا واير بهذا الشكل هيك، مركز المقاومه راح يكون عندي انا بهذا المكان هون. طبعا هذا الواير بيكون ممتد للطرف الثاني، ما راح يكون بس هذول ثلاث اسنان، راح يكون ممتد للطرف الثاني. هذا الواير زملاء راح يكون الجزء الثاني مثل ما حكينا، هو عبارة عن هذا اللوب اللي بيكون شكله هيك هيك. نحن ليش منمرره بين التو بريمولرز تماما ونتركه حر لحتى يطبق القوة مباشرة يمر من مركز المقاومة؟ نحن بدنا القوة تمر من مركز المقاومة، ما بدنا إياها بعدها وما بدنا إياها قبل. لما بيكون عندي أنا مستوى الإطباق صحيح، هون اندرجنا تحت نبدأ أنه أنا إذا بدي أعدل مستوى الإطباق، يعني إذا أنا عندي ستيب مثلاً إكلوزال بلين، أو إذا أنا عندي تو إكلوزال بلين، يعني بيجي لعنا مرضى أحياناً في عندهم تو إكلوزال بلين، أحياناً بيجوا لعندي في عندهم ثري إكلوزال بلين، فأنا بدي أعدل الإكلوزال بلين لحتى يصير كلاته واحد، ما بيصير يكون عندي أكثر من إكلوزال بلين. فممكن استخدم اني اقدم الهوك او رجعه حسب انا شو بدي من حركه القطاع الامامي، لكن اذا ما بدي الحركه الامام القطاع الامامي يتحرك، انا بمرره من مركز المقاومه مشان ما يصير في عندي عزوم ناتجه عن القوه. زملاء، لما بدي نشط انا هذا اللوب، لما بدي نشطه لهذا اللوب، كيف راح يصير تنشيط؟ كيف شكل التنشيط تبعه؟ شكل التنشيط تبعه بيصير بالحاله المنشطه بهذا الشكل، يعني بينتقل هذا نحن بنسميه الباسيف، هذا بنسميه الاكتيف لكن ما نو اكتيفيتد، يعني هذا اكتيف ما نو اكتيفيتد. كيف بيصير عندي انا؟ بيصير الشكل كالتالي، عندي انا المولر، عندي المولر عامل هيك وتيوب هون، بيدخل اللوب بهذا الشكل، بيصير هيك شكله. برفع أنا هذا الهوك للأعلى وبعلقه على الواير، بعلقه على الواير هون بهذا الشكل. فهون لحتى هون صار عندي أنا كان باسيف صار أكتيف، صار اسمه أكتيفيتد، يعني هذا صار نشط، صار منشط، صار عم بيشتغل، صار عم بيشتغل. هلا بيوميكانيكيا شو اللي راح يصير؟ راح يصير إنه راح يتعرض للمولر لعزم هذا اللوب، هذا اللوب بهذا المكان رح يعرض المولر لعزم بهذا الاتجاه، رح تكون الجملة عزم بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه ليش؟ لأنه مثل ما حكينا عندي أنا بالديستال روت هو المركز الدوران بيتحرك بهذا الاتجاه منشان يصير في عندي أنا أبرايتينج. ليش أنا بدي أتركه حر؟ لأنه لما بدي يتحرك بهذا الاتجاه رح يروح بهيك بهذا الشكل هيك، طبعاً مليمترات يعني، لكن إذا حبسته أنا ما رح يتحرك، رح تنتقل مركز الدوران من الديستال روت للبيزير روت. أنا بدي أنا الديستال روت هو يكون مركز الدوران إذا ثبتته أنا للهوك، نتركه حر مشان يبقى مركز الدوران بالديستال روت. إذا عندي الجملة البيوميكانيكية عزم بهذا الشكل، نحن بنعرف أنه حسب قانون نيوتون لكل فعل رد فعل يساويه بالشدة يعاكسه بالاتجاه، وبالتالي رح يتشكل عندي لحتى توصل هاي الجملة لحالة التوازن رح يتشكل عندي أنا عزم بهذا الشكل، رح يتشكل عندي أنا عزم بالجملة ككل بهذا الشكل. ليش؟ رح يكون مساوي له بالشدة ومعاكس بالاتجاه. أنا كبرته ليش؟ لحتى وصلكم للفكرة يعني، لكن هو متساويين يعني، هاد هيك وهاد هيك، هذا هيك متساويين، لأنه نحن بدنا نوصل لجملة متوازنة. لكن ليش أنا كبرته؟ لحتى تعرفوا شو يعني، هذا بدنا نوصلكم للفكرة اللي بدي أوصلها. العزم هذا لما بدنا نحلله، لما بيكون عندي أنا عزم بهذا الاتجاه، شو معناته؟ يساوي قوة بهذا الاتجاه وزائد قوة بهذا الاتجاه، هذا هي تحليل العزم لونه أخضر. وبالتالي هذا الشكل راح نوزعه، راح يتشكل عندي عند المولر عزم بهذا الاتجاه، يحول لي المولر يعمل لي فيها أبرايتينج، و العزم هذا انتبهوا قوة بهذا الاتجاه وقوة بهذا الاتجاه. أنا ليش كبرته؟ رح يكون عندي قوة تتجه بهذا الاتجاه، ورح يكون عندي قوة تتجه بهذا الاتجاه. هي الجملة المتوازنة اللي رح تتشكل عندي بالنهاية بالنتيجة. فاللي لاحظوا شو رح يصير، القوة اللي رح تتشكل هون هي قوة extrusion، وعندي هون الجملة اللي رح تتشكل هون عندي هون قوة
and intrusion. قوة الانتروجن هون لما بدي مررها أنا من مركز المقاومة، يعني راح تتشكل عندي القوة بهذا الاتجاه هيك، ما بيتشكل عندي أي عزوم بهاي المكان، يعني ما بيصير في عندي أي دوران بالقطاع الأمامي. ليش؟ لأني أنا مررتها على مركز المقاومة، مررتها على مركز المقاومة، وبالتالي لما بيصير عندي أنا هون حركة انتروجن، هون راح يصير اكستروجن، يعني عندي المولر راح تعمل تبزيغ للأعلى، راح تعمل تبزيغ للأعلى. يعني المولر بتكون فيها انغراز، رح يعمل لي فيها حركتين، حركة دورانية يكون مركز دورانه هو الديستال روت، وعندي حركة اكستروجن رح تطلع فيها المولر للأعلى. هي الجملة البيوميكانيكية الخاصة بالانتروجن ارش بشكل عام. هي بالأي هندسة تتبع الهندسة الرابعة لبورستون، الهندسة الرابعة ما بين الرابعة والخامسة، لا هي الرابعة، هي تتبع للهندسة الرابعة لبورستون، يعني مثل تماما نفس مبدأ تنشيط الكواد هيليكس أحادي الجانب، تماما نفس مبدأ تنشيط الكواد هيليكس أحادي الجانب، هي تتبع للهندسة الرابعة. طبعا يختلف الأشكال، تختلف الأشكال، نحن الستاندرد، الشكل الستاندرد بيكون هيك شكله حكينا، لكن ممكن أنا يكون شكله هيك، ممكن يكون شكله بهذا الشكل، ممكن يكون شكله بهذا الشكل، تختلف التصميمات لكن البيوميكانيك واحد، بيوميكانيك واحد، لكن الشكل الستاندرد، يعني هذا الشكل هو يتبع لهندسة ماركوت. هذا لماركوت، هذا الستاندرد، هذا أول ما تصنع هيك كان شكله، بعدين صار تحول. هلا شو اختلف عندي أنا الأبرايتينج بالمولر مع الواير مع بدون الواير؟ اللي اختلف عندي إنه أنا عندي ميني سكرو بهذا الشكل محطوطة، بتكون موجودة بين التو بريمولرز، يعني أنا عندي هاي الفور والفايف بتكون موجودة بيناتهم، وعندي أنا المولر عاملي هيك. فأنا بنفس المبدأ راح أحط لوب راح يكون شكله بهذا الشكل، أو راح يكون شكله راح أرسمه فوق بعض، أو بيكون شكله بهذا الشكل مثلا، أو بيكون شكله بهذا الشكل. يعني في عندي أنا ثلاث أشكال، برجع بنحكي إنه البيوميكانيك واحد، بعمل هيك بعمل هيك بعمل هيك ما بتفرق، راح يتشكل عندي عزم بهذا الشكل، وقوة تعمل على التبزير، وعندي أنا هون قوة راح تعمل على الغرز. طبعا نحن هون بريمولا، عندي هون أنا ميني سكرو، فالميني سكرو عمليا ما راح تتعرض لهي القوة، يعني ما راح تأثر فيها مثل كأنه أنا جملة الأمامي. أيمت بستخدمها لهي؟ بستخدمها لما بيكون عندي فرضا الفور والفايف، لما بيكون في عندي قلوعات، لما بيكون في عندي قلوعات متعددة مثلا، لما بيكون في عندي أنا مجموعة أعمال بدي أشتغلها على الميني سكرو مثلا، ممكن أنا حاطط ميني سكرو بدي مثلا بالهندسة اللي هندستها للحالة، أو أنا الحال درستها للحالة، ممكن أنا رح أمر أرجع للقطاع الأمامي وبنفس الوقت عندي مولر، يعني ممكن يكون عندي أنا مولر مايلي هيك، وعندي بريمولر نظامي، وعندي بريمولر نظامي فرضا، وعندي أنا كناين، وعندي الأسنان اللي هو الفيرست، يعني 1 2 3 4 5، وعندي انا هون 6 مثلا. انا ممكن عندي حاله فرضا انه انا الفور مقلوع مثلا، اذا بطلع الفور انا هيك بهذا الشكل، ممكن عندي يلي بيصير اني انا بحط الميني سكرو فرضا، هو الخيار الاول بهالحاله نحن بين ال 6 وال 5، لكن بما انه انا راح اعمل ابرايتنج لل للسيكس، ممكن أنا أحط الميني سكرو بهذا المكان هون، ممكن أحطه بهذا المكان هون، وأعمل أنا الأبرايتينج، وبعدين أنا بكون حاطط أنا هوك بهذا المكان وموصولين، وأعمل الريتراكسينج. فممكن يكون عندي هذا الخيار، يعني ممكن تكون عندي هاي الحال. فالميني سكرو مبدئيا إذا بدي أعمل أنا الابرايتنج لوب على ميني سكرو او على واير، نفس اذا كنت مصنعهم صح نفس النتيجه. اذا كنت موجه الهوك
الخاص باللوب على مكان صحيح نفس النتيجه ما بتفرق عندي انا، لكن ممكن انا استخدم المين سكرو بهاي الحاله اذا كان عندي اكثر من شغله بدي اشتغلها، فانا بضرب اكثر من عصفور بحجر. ممكن مثل ما حكينا فرضا مثل هاي الحاله اني انا بعمل ابرايتنج للمولر وبنفس اللحظه بعمل انا ريتراكتنج للكناين للقطاع الامامي يعني من الـ من الـ من الكناين للكناين فرضا، يعني ممكن يكون عندي هذا الاجراء. فهون بنتبع هذا الاسلوب بالمينيسكو، لكن بيكون عندي انا خيارات متعدده، يعني انا ما بتقيد، المهم اني اعرف انا شو عم بيصير، شو عم ساوي، شو وين البيوميكانيك، شو عم بيصير بالبيوميكانيك، وعلى اساسه انا بيكون عندي دائما كل الاسلحه اللي ممكن استخدمها بهي الحاله، كل الارسنالز يعني. مبدئيا هي النظري، رح افتح كاميرا بس لاوصلها باللابتوب ثواني ونفرجيكم كيف تعملوا واير بيندينج. لحظة بس نشيل المشاركة هون، عفوا صوان. في حال الفور والفايف فيهم روتيشن، نستعمل على الروتيشن نحن بيتصحح يعني نحن عم نشتغل. طبعا فينا نستخدم المين سكرو بهالحاله، لانه اذا الفور والفايف فيهم روتيشن الهوك ما رح يكون شغال نظامي. بدنا نصحح وضعيه الفور والفايف اول شيء وبعدين نشتغل، فممكن نعمل هالحركه يعني بالمين سكرو. هالموضوع بهالحاله بيفيدنا يعني، الموضوع بهالحاله بيفيدنا. لحظة شوية صغيرة نشوف شو فينا نعمل. تمام، هلا عندي أنا هاد المولا، شوف إذا بقربها. تمام، هلا ما رح ندخل بأمور الزرع وكيف بدنا نزرع هالقصص، هي حكاية ثانية يعني. احنا بس بدنا نحط الزرعة على السريع. طبعا اذا بدنا نسرع هي العملية وخاصة بالحالات القديمة نعمل نحن تثقيب للعظم، ممكن مستقبلا نحكي عنه، او هلا بنفتح النظري شوي صغير بنرسم بس انه كيف ممكن نعمل تثقيب العظم. بس نشيل الزرعة انا اليوم، زملاء هلا انا ماني شايف الاسئله، هلا بصلح التخلص بنشوف كل واحد عنده سؤال بنشوف شو هو. هون رح نحط نحن، رح نتخيل انه انا رح احط الميني سكرو بين الفايف والسكس. هلا بنشوف شو الاسئله زملاء. رح احط انا الميني سكرو بين الفايف والسكس، ورح نعتبر انه عندي انا ال7 هو اللي راح يحتاج الابرايتنج. صح إذن عندي هاي الزرعة يكون فيها براكت، يعني تكون الزرعة فيها براكت زملاء منشان ال سافير. هلا طبعا نحن بنعمل على 1925، إذا بدنا نعمل نحن تحكم ثلاثي الأبعاد وخاصة إذا كانت التيوب 22، لكن إذا كان التيوب 18 بنعمله 16-22. عرفوا ليه كيف زملاء؟ يعني إذا التيوب مثل الأقواس الغرز، إذا التيوب عندي اللي الموجود على المولر يعني على الباند تبع المولر إذا كان 22 راح نستخدم نحن 18-25 أو 19-25. وإذا كان قياس التيوب 18 بهالحالة نحن بنشتغل على
بس عم ندور على الواير. بهالحالة نحن نشتغل على قياس 16-22، دائما حاولوا يكون تحكمكم ثلاثي الأبعاد، يعني ما تحطوا واير دائري، الواير الدائري يخليه يصير يبرم جوا التيوب وما تتحكموا بالروت الخاص بالمولر. بهالحالة ممكن يصير في آثار جانبية، الآثار الجانبية ممكن يصير في دوران بالمولر، ممكن يصير في مثلا طلع الماركر. طيب هلا عندي في حدا عنده سؤال يفتح المايك، انا عم دور انه على البلايرات بالشنطه، يعني ما حاطهم ما مجهزهم خلص الشنطه، بس انا عنده سؤال يفضل الزملاء يفتح المايك ويسال لين ما شوف البلايرات. في حدا عنده اي سؤال؟ يعطيك العافية دكتور. يلا الله يعافيك دكتور. يلا دكتور، بس قلت لنا انه نحن عند البريمولار بينشأ عنا عزم، هذا العزم بيكون ناتج عن قوتين متعاكستين، هلا هالقوتين كيف عم بينشأوا؟ يعني هذا ما نوع عزم دوران دكتور اللي بينشأ عند البريمولار، اللي بينشأ عند البريمولار هو عزم قوة، عزم القوة اللي يكون ناتج عن ابتعاد القوة عن عن مركز المقاومة. فعند البريمولر اللي بده ينشا هو مركز، هو عزم قوي وليس عزم مزدوج. هلا رسمت لنا انه سهمين، سهم لفوق سهم لتحت، انه وهدول هنا اللي هي تحليل، تحليل انت لما بيكون في عندك عزم بدك تحلله اجباري، لما بيكون في عندك عزم فالعزم لما بدك تحلله بيطلع معك هي النتيجه. هذا هلا برجع بحكي فيها تكرار. تمام ماشي، مساء الخير دكتور. نور دكتور هلا. دكتور هي هلا انا فتت على المحاضره، يعني اعطيت محاضره او هلا بلشت يعني راح يطرح اسئله او شو؟ لانه كلهم لاحظت بيسالوا عن الضحك وعن الراحه وهيك. لا انا عملت فما فهمت. المحاضره كانت نظريا اللي حكينا فيها انه انا كيف بدي اعمل قوس عفوا لوب بيعمل لي ابرايتنج للمولر، يعني هي كانت المحاضره انه اللوب الابرايتنج للمولر. فهني عم بيسالوا يمكن والله ما انتبهت على الاسئله، انا مشان هيك لانه عم دور على كنت عم دور على البلايرات. بتصور انا كانت الاسئله اذا ضاحك او كذا، هي معناتها انه ليش مررت القوه انا من مركز المقاومه، انا لانه مركز المقاومه هي بين الضواحي، وبالتالي انا لما بدي مرر القوه. لا يعني دكتور كانت في محاضرة وهلا أسئلة مو؟ لا 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 أستاذ، أستاذنا بنص المحاضرة. والله دكتور أنا هلا فتحت التليفون وجدت وجدت دخلت بدون ما أعرف شو فيه. شكرا دكتور. لا 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 أستاذنا دكتورة، أستاذنا هلا بلشنا. إذا نحن بدنا شكرا. إنه أنا بالعادة بتكون الطاولة، لحظة أشوف إذا فيني أخففها. كنت طول بالكم علي شوي، زعجتني انا رافعها على الطاوله شوي صغيره. اوه تمام. تمام لهيك نعمل طي عمودي
بعدين نحن بدنا نعمل الستاندرد، نعمل الستاندرد اللوب الستاندرد يعني. نعمل هاي الطي هيك 16 25 زملاء. صار شكله ستاش 25 زملاء. لما بيكون عندي، نرجع نحكي، لما بيكون عندي أنا التيوب المولر، لما بيكون عندي تيوب المولر 18 نستخدم 16 22، نستخدم 16 22. لما بيكون عندي تيوب المولر 18، ليش؟ نحن مشان نتحكم بالتورك، بدنا نتحكم بالروت، بدنا ما يصير في عندي دورانات أنا بالغنى عنها. لكن لما بيكون عندي تيوب، التيوب بيكون عندي هو إذن هي شكلها هيك، يكون هي شكلها هيك، هذا ستاندرد تدخل هون هيك مشان ناخذ القياس اللي بدنا اياه، تكون هذا شكله هيك. بعدين في عندي اكثر من خيار، ممكن خيار اني احطه ضمن البراكت الخاصه بالزرع. شوف اهو دخل البراكت خاص بالزرع هيك دخلت، ها شوفوا كيف دخلت ضمنه وبعدين بثبتها. وممكن انا اعمل شكله هوك، يعني كيف شكله هوك؟ ها بنحدد، انا حددت بدايتها، حددت بدايته هون، حددت بدايته، نرجع منشيله ونعمل طي هيك، بعدين نعملها بهذا الشكل هيك، تكون نصف دائرة شكلها، تكون نصف دائرة بهذا الشكل. بعدين نقطع صار أنا رح أعمل لكم اثنين، هذا صار شكله بهذا الشكل، شوفوا كيف صار شكله هيك، بس اني برفعه وبعلقه على الزرعة. شوفوا كيف هون تعلقت على الزرعة بهذا الشكل. يعني عندي خيار، اما بعمل هذا الاجراء، هذا الاجراء هيك، او بحطه ضمن التيوب. لكن ضمن التيوب شو بيساوي؟ بيتركها حرة، بيتركها حرة، يعني ضمن التيوب، ضمن السلوت تاعت البراكت، ضمن السلوت. لشوف اذا فيني بعمل تقريب اكثر من هيك، اذا بعملها ضمن السلوت بتضل حره. لكن لما بدي اعملها انا بهذا الشكل، انا هون حبستها، فبدي انتبه لهذا الموضوع واعطي هون شويه تنشيط دفع للخلف، نتفه صغيره مشان يعني مشان ريحها للحبس اللي حبستها اياه هون، بدي بس شوي نشطه بحيث اني اتفعل الخلف، لانه لازم نحن نتركها حره، ما لازم تكون مقيده. او اذا بعملها انا بالزرعه هون على التيوب الزرعة، فإذا بتدخل يعني ضمن السلوت الخاصة بالزرع بهالحالة بتضل حرة، ما في مشكلة. التنشيط كيف بيكون التنشيط؟ التنشيط كالتالي، بنشطه لهذا الزراع أني أنا بفتحها لللوب، بفتحه قدر الإمكان، يعني راح أشيله هيك، راح أشيله، راح أعمله أنه بفتحه لهذا هيك. فتحته، شوفوا كيف فتحته زيادة، هلا شو راح اسوي؟ لو ما في من سكرو كيف ممكن نعملها؟ كيف ممكن نعملها؟ كيف دكتور؟ لو ما في من سكرو
هي هي انا اعطيت، بس انا اشتغلت اول مره البين سكرو، هذا الثاني راح اشتغل بدون بين سكرو سواء. هلا انت تابعت النظري كيف مو؟ تمام تمام، انا راح اشتغل مثل ما حكيت بالنظري. هلا شوفوا ها مثل هون ها بالنظري اساندي فورسبس بيشغلي بيعملي بيها، برفعها وبحطها على 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 الميني سكرو، فصارت هلا بتعمل لي ابرايتنج لهذا. اذا بس برفعها هلا هون شوفوا النابض كيف، كيف انا لما برفعه بتركه عم بيحاول يرجع لوضعه الاصلي. اذا هي قوه الفيرتيكال اللي راح تتشكل عندي اللي حكينا عنها، الفيرتيكال الغرز كيف عم بي بس افلته عم بيرجع لوضعه الاصلي. سان بحطه وبدخله على المين سكرو هيك. هلا هون شو راح يتسكر؟ راح يتشكل عندي قوه غرز تعمل على غرز المين سكرو للاسفل، وقوه راح تعمل على غرز للاسفل، وعندي قوه تبزيغ للاعلى، وراح يصير في عندي عزم بهذا الاتجاه يعمل على اجراء الابرايتنج للمولر. هي مثلا احد الاشكال هيك راح يكون. طبعا هذا تحكم ثلاثي الابعاد، ليش؟ لانه التيوب عندي هو 22 وعندي انا الواير 19 بي 25. لو برجع عم نحكي لو التيوب 18 انا بحط الواير 16 ب 22، بهالحاله بيضل عندي تحكم بالروت، يعني ما بيصير في عندي انا حركات جانبيه ما بدي اياها. حاولوا انه دائما تعملوه على واير مضلع. الواير الدائري زملاء كمان من مشاكله انه ما بيصير في تحكم بثلاثي الابعاد بالروت، ما بيصير في تحكم ثلاثي الابعاد. نحن دائما بدنا نسعى ليكون في عندي تحكم ثلاثي الابعاد، يعني حتى لو كانت البراكيتات هي او التيوبات هي مسبقه البرمجه، حتى لو كانت مسبقه البرمجه وعملت عليها لوبات، يعني نفترض انه نحن راح نشتغل على على اصلا مثل الريكتس مثلا، الريكتس تطورت البراكيتات حتى صارت مسبقه البرمجه، يعني مثل روس مثل ام بي تي ما بتختلف عنا ولا بأي شيء، يعني فيها تورك وفيها إن وآوت وفيها أنجوليشن وفيها كل شيء، وما هذا الشيء نحن نشتغل على الطيات وعلى الهي. فلو كانت عندكم أنتوا البراكتات مسبقة البرمجة لازم تضلوا تتحكموا أنتوا أثناء الواير بيندينج، لازم تتحكموا بالتورك حتى لو كانت مسبقة البرمجة، وبالتالي لازم تسعوا دائما أنه لما تتحكموا بالروت عند المولر تكون تحكم ثلاثي الأبعاد. صح عملنا نحن نابض، اذا لو كان هذا دائري كان راح هو عم بيعمل تعميد راح يميل هيك او هيك، فلا انتم لما عملتوا وسيطرتوا على التورك تماما على الروتس فراح يبقى الروت بمكانه ما راح يتاثر. هي لما بيكون عندي انا النابض على على زرعه. هلا راح نشوف نحن كيف بنعمله على واير وخلص وخلصنا، ونشوف كيف عندكم اسئله بنجاوب عليها. نفس المبدأ تماماً زملاء، ما بيختلف شيء أبداً، ما بيختلف شيء أبداً، لأنه نفس البيوميكانيك ونفس كل شيء، يعني ما أنه والله اخترعوا شيء جديد بالزرعة، لكن بتفيدنا لما مثل ما حكينا لما بيكون في عندي أنا مجموعة أمور بدي أشتغلها، مثلاً هي هذا النص الثاني بالواير، أنا عم أشتغل على واير آرش واير، فينا نشتغل على ستريت واير ما بيأثر، بس 16-25 والله خاصين من عندي الستريت، ما ضل عندي غير التقنية ريكتس. يعني ضل عندي بس 16 ب 16 و 16 ب 22 كستريت واير. اذا عندي هذا بنعمل الطي الاولى، بنعمل الطي الثاني هي العموديه. طبعا احنا بنزيد المرونه اذا حبينا نكتر لفات، يعني بدل لفه بنعملها لفه ونص مثلا. هلا باللوب فورمر بنعمل اللفة، طبعا لازم تكون اللفة للخارج يا زملاء، لازم تكون اللفة للخارج ما تعمل ولا الداخل، لازم الزراع اللي بده يدخل بيه المولر هو يكون للداخل. هيك شكلت هيك. بدون ما نأثر على التورك لازم يكون كله التورك صفر من اول مرحله لاخر مرحله، يعني ما يتغير عليكم شيء. هلا شوفوا مسكته من هون ما صار فيها فتلان، مسكته من هون ما صار فيها فتلان، اذا التورك عندي صفر من اول مرحله لاخر مرحله. نجي ناخذ القياس محل ما بدنا نحط الهوك، نحط اللوب بهذا الشكل. مثلا انا بدي مرر بدي يكون بين التو بريمولرز،
خطأنا أنه ارتفاعه راح يصير بهذا الشكل هون. بنحشره على الأخير عشان أخذ القياس الصحيح. و مثلا راح يكون هون. حدد هيك. ومنشيله. ونعمل طي عمودية. صار هيك شكله. بعدين نعمل لوك هون بهذا الشكل هيك. بهذا الشكل هيك. صار هوك هيك. هلا نشيل الزيادة. شو بنساوي؟ هلا هذا إذا بده يتعشق بالواير ما راح يدخل ضمنه هيك على حاله، يعني نتخيل إنه هذا الواير مار بالتو بريمولارز هيك. مار بهذا المكان هيك، أنا إذا بدي أحطه لهذا هيك ما راح يثبت. فكيف راح ساوي؟ راح بس أطوي الهوك، شوفوا كيف المستوى هون، شوفوا كيف هيك شكله، انتبهوا كيف كله على سوية وحدة. هلا اللي راح يصير بس إنه راح أعمله، شوفوا كيفها هيك صار بهذا الشكل. هلا صار بيدخل بيتعلق على الواير اللي بيكون ضمن يعني بيكون ضمن القطاع الأمامي، بيكون ضمن القطاع الأمامي هيك، بيدخل الواير بهذا المكان هيك هيك. يعني خلينا نشوف، أنا راح رايحين البراكيتات من عندي، وهي تاني كورس ببلش، والله ما عم بفضى ابدا اني ارجح البراكيتات، لكن ضروري لانه في عندي مشان الكورسات الجاي. هذا هيك شكله. بدي اتخيل اني انا افترض انه حاطط مثلا هاي الستريت واير هون هون هيك فرضا، هذا بيجي بنشطه وبحطه يتعلق على هذا الواير بهذا الشكل هون، يعني بيدخل ضمن الواير بيكون هون مارر من هون سواء. مثلا نتخيل انه هذا هيك، نمسكه بعد ما نشطه مثل ما نشطه بالتبع الزرع نفس الطريقة تماما، وارجع بحطه انا بيناتهم، حطه بهذا الشكل هون هيك، بيكون هون طبعا في براكت وهون براكت، وهذا الواير كله يعني ضمنه ثابت بالبراكتات، وبكون انا عامل بهذا الشكل هيك. ها انتبهتوا كيف؟ طبعا هي اقصر، يعني بتشيلوا لسه منها شوي صغيره، تشيلوا منها شوي صغيره لهي لهون، يكون هيك شكله. اذا يا اما بعمل بهذا الشكل او بهذا الشكل، اثنين طبعا بيعطوني نفس النتيجه يا زملاء، رح يصير في عندي انا ابرايتنج للمولر المايلي. هلا رح نرجع نحن على النظري لنطفي الكاميرا، لحتى بس حتى نحكي كلمتين عن انه انا هذا المولر. طيب اذا انا عندي مولر وبري مولر شو رح يصير؟ لحظه بس لحتى اطفي الكاميرا. بدكم شيء لسه من الكاميرا قبل ما اطفيها؟ في حدا عنده سؤال شيء عن العملي او عن الواير بيدنج؟ شباب بدي اطفي الكاميرا وبدي انتقل على الجهاز، فحدا عنده سؤال مشان لانه الكاميرا عم تستهلك من طاقه اللابتوب. اذا ما في سؤال مشان اطفيها. تمام. هلا بس نشبك الاثنين ببعض. في حدا عنده اي سؤال لبين ما اخلص الامور هون؟
دكتور تحليل العزوم والقوة عند البريمولار. يلا يلا تكرم عيونك. في شيء غيره؟ ما في شيء تمام. يلا من عيوني دكتور صباني بس لحتى نشوف ليش ما عم يرتبطوا ببعض هذول. لحظة شوي صبير. تمام. زملاء هلا هون عندي انا تحليل القوى. عندك نحن حكينا دكتور انه انت لما عم بتنشط اللوب عم بيعمل عزم بهذا الاتجاه عند المولر. نحن اذا بتراجع محاضرات الماراثون باول ثلاث محاضرات اول ثالث محاضره كيف نحن في العزم بيتشكل والقوه كيف بتتشكل هالامور. نحن في عندنا بالجمله المتوازنه لحتى تتحقق جمله متوازنه حكيناها نحن على سن وعم نسحبه هيك وبده يصير حركه جسميه وكذا هي موجوده يمكن بالثالثه. المهم انه لحتى نحن نحقق التوازن انا بدي شيء يعطيني لحتى تصير الجمله كلها متوازنه يعني لتوصل لمرحله الاستقرار. شو معنى التوازن؟ انه لحتى رح تحط انت واير مثلا ان كان ستريت واير ان كان لوب ان كان كذا رح يضل يتحرك هذا الجهاز لحتى يوصل لمرحله الاستقرار انه ما عاد يصدر منه اي قوه واي عزم. هون بيكون صار المجموع العزوم تساوي صفر ومجموع القوى تساوي صفر بكل الاتجاهات. فأنت هون لما عم بتنشطها نشط نتج عندك أنت عزم للمولر اللي هو اللي عم بيعمل لي الأبرايتنج اللي عندي أنا مولر بهذا الاتجاه راح يصير هيك. وبالتالي أنه أنا عم قررته لعزم بهذا الاتجاه لحتى صار من واحد لاثنين. العزم دكتور بهذا الاتجاه راح ينتج عنه عزم معاكس لحتى توصل الجملة لحالة التوازن. العزم المعاكس راح يكون هذا هيك شكله العزم المعاكس. العزم نحن كيف بنحلله لما بيكون في عندي عزم بهذا الاتجاه هو يساوي قوة تطلع من هون تنزل من هون. يعني بدك تحلله العزم بيصير شكله هيك. إذا عندك عزم بهذا الاتجاه بتحلله قوة نازلة هيك قوة طالعة هيك هيك باتجاه السهم. إذا عندي هيك قوة وهيك قوة لنفترض أنه أنا عندي عزم يعمل على فليرينج للأسنان إذا هذا هيك شكله. فعندي عزم يعمل على هذا الشكل وعزم يعمل على هذا الشكل قوة أو كذا. فإذا هي تحليل العزم ناتج عن الرد الفعل. وبالتالي لما تشكل لما أنا عملت تنشيط وعملت عزم يعمل لي مولر بهذا الاتجاه رح ينتج عنه لتحقيق حالة التوازن عزم بهذا الاتجاه. هذا العزم نحن لما بدنا نحلله رح يكون شكله هيك واحد قوة طالعة هيك وقوة طالعة هيك. فعندي أنا قوة طالعة هيك وقوة طالعة هيك وعندي عزم عند المولر بهذا الشكل. هي الجملة بشكل العام للجملة لما بدنا نكتبه نحن بصيغة بيوميكانيكية رح يكون شكله هيك هيك. هي الصيغة البيوميكانيكية للوب الأبرايتنج. طيب هالقوة هي رح تسبب بذوغ المولر أثناء الأبرايتنج. هاي القوة رح تسبب قوة غرز رح تسبب قوة غرز. هاي القوة الغرز وين بتكون متواجدة رح تسببها. فلنرجع للرسم أنا عندي بريمولر وعندي بريمولر مركز مقاومة موجود هون. طبعا مركز مقاومة مو التو بريمولرز نحن عم نحكي عن القوس كله. يعني لما بدي أرسم القوس كله يعني مثلا أنا عندي لنرجع نرسمه بصورة أصغر. عندي أنا هايبري مولار عندي هايبري مولار عندي كناين ليترال سنترال بعدين سنترال ليترال كناين بريمولار بريمولار. هذا قوس دكتور. بس سؤال هلا القوة الناتجة عن العزم وين راحت؟ يعني وين راحت؟ مو كان في قوتين عموديات عند البريمولار؟ جايك جايك دكتور جايك بكلام. أنا عندي هذا الفك موصول كلياته بواير 19 ضرب 25 من عند الفايف مرورا بالفايف. مركز مقاومة لهي الجملة وين؟ هون وهون. اللي راح يصير انه انا عامل انا برايتنج لوب اللي هو عامل شكله هيك راح ينتج عنه هذا البرايتنج لوب راح ينتج عنه عزم يعمل على تدوير المولر وعزم يعمل وقوة تعمل على تبزيغة. وعندي هون قوة
راح تكون عند طرف الجهاز اللي هو الهوك، راح تعمل على هذا الشكل. هلا هون القوة هاي الدكتور ما أنا واصلة لمرحلة إن تعمل غرز، ما أنا واصلة لمرحلة تعمل غرز. ليش؟ لأنه هذا الغرز رح يكون غرز جسمي، قوة مالي من مركز المقاومة. لكن لنفترض أني أنا فهون ما رح تعبر عن نفسها، هي ما رح تعبر عن نفسها لأنه هي القوة ما أنا وصلت لمستوى أن تعبر عن نفسها. فهمت علي كيف دكتور؟ لأنه هون أنت أنا كان قصدي القوة الثانية، القوة أيوة الثانية مو في سهمين، سهم لفوق سهم لتحت. تمام، السهم اللي فوق هو عند البريمولار. لا لا، عند البريمولار ما في غير عند سهم البريمولار نازل. بس نازل لتحت دكتور، نازل لتحت فقط. ما في سهم العزم بيكون قوة لفوق وقوة لتحت دكتور حبيبي. هي الجملة كاملة، هي الجملة كاملة. أنت عندك هي قوس الغرز، الجملة كاملة أنت عندك القوى مولر تعمل على هذا الشكل، فرح يتشكل بالجملة كاملة رح يتشكل. أنا مشان هيك قلت لكم أنا كبرت السهم، هذا السبب أنه أنت رح أنت بالجملة كاملة هي كلها هي جملة، هي هذا اسمه جهاز، هذا اسمه أبليانس. الجهاز كله، الجهاز كله هذا هيك شكله، الجهاز كله هذا هيك شكله. لما رح تتشكل عزم بهذا الشكل عند المولر، رح الجهاز كله رح يخضع، الجهاز كله رح يخضع على عزم معاكس لحتى يتحقق التوازن بهذا الجسم بهذا الجهاز. فالعزم المعاكس، العزم المعاكس عبر عن نفسه بهي الصيغة هون هون لحتى تتحقق بحالة توازن. يعني أنا الجهاز أنت لما حطيته بحالة نشطة بده يعمل أبرايتنج للمولر، لكن رح ينتج عنه ردة فعل. ردة فعل هي تساوي هو تساوي دائما، هي بكل بساطة القانون الثالث لنيوتن، إنه أنا لما بيكون عندي فعل رح ينتج عنه رد فعل يساويه بالشدة ويعاكسه بالاتجاه. فإذا أعطيته أنا قوة دفع رح يعطيني قوة باتجاه معاكس، أعطيته قوة توسيع رح يعطيني قوة باتجاه المعاكس. نفس الشيء عندي أنا العزم، إذا عندي عزم بالموجب رح يعطيني عزم سالب. وبالتالي أنا هي الجملة كلها ياتا هو كجهاز واحد كله هذا اسمه جهاز. أنا هذا الجهاز رح يولد لي عزم بهذا الاتجاه عند المولر، لكن هذا الجهاز لحتى يتحقق بحالة توازن، حتى إذا انتبه الدكتور لما مسكت النابض أنا وصلت أرفعه، شو صار يحاول النابض يعمل؟ إذا انتبهت، انتبهت دكتور لما رفعته للنابض وفلتته، شو ساوى النابض؟ تمام، غرز عند البريمولر. تماما. طيب هاي القوة هاي من وين؟ طيب هاي القوة لحالة ما بيصير، لازم يكون في عنده قوة معاكسة هي اللي هون، هي اللي موجودة هي موجودة دكتور بالثالث. أنت حضرتك كنت مسافر وقتها، هي موجودة بالثانية بالثالث، بالدرس الثاني أو الثالث بتصور. هي شفت أنت يعني هذا شفت أنت عبر عن نفسه بهذا. لما حاول يرجع اللوب للأسفل هو عبارة عن هي القوة، هي هي القوة اللي حاول يرجع فيها اللوب للأسفل، لكن بالمقابل رح يطلع اللوب بالطرف الثاني للأعلى لحتى يتحقق التوازن. يعني بدك تتخيل أنت دكتور، بدك تتخيل لهذا الجهاز هو السيسو، هذا الجهاز اللي يكون قاعد عليه واحد هون وواحد هون لحتى يتحقق التوازن ويصيروا اثنيناتهم على نفس الارتفاع. مثلا بيكون واحد فرضا بيكون هو بالأصل هيك، هذا هيك وهذا هيك، هذا بيضغط نفسه لحتى هون يطلع بحيث انه يصير في عندي انا توازن. عرفت علي كيف؟ بدك تتخيلوا انت هيك، هاي الجمله بيوميكانيكيه، هاي الرافعه هي اسمها كانتيليفر، وهي كانتيليفر يعني هي رافعه كمان. وبالتالي انت عندك جهاز عامل شكله هيك، عم بيعطي عزم للمولر لحتى يحركها بهذا الاتجاه. انت شفت انه عبر عن نفسه هذا هيك، وبالتالي رح يكون مقابل له هيك، هو حقيقه هو هيك شكله، هو عزم، هذا العزم الأحمر هو يعادل العزم المتشكل عند المولر، هو هذا حقيقة يعني. أنت بس لكن أنت بالعين المجردة شو شفت؟ شفت العزم، القوة اللي عم تحاول تغرز، أنت شفت القوة اللي عم تحاول تغرز لأنه هي قوة ظاهرة، لكن القوة الخفية هي الجهة الثانية اللي هي القوة اللي رح تحاول تبذغ المولر. جمع هالقوتين رح يتشكل عندي عزم اللي هو هذا العزم اللون أحمر،
وهو حقيقة هذا العزم هو العزم المعاكس للعزم اللي لونه أسود اللي راح ينتج عن تحريك المولر بهي الاتجاه. وضحيت؟ ما بعرف إذا وضحيت. إذا في شيء معين أنت بس دكتور بس شوف توازن القوى، يمكن بتصور الثاني أو الثالث بالمحاضرة الثانية أو الثالثة. ايه تمام دكتور، تمام. ما بعرف وضح الدكتور واللي بعيدة واللي شو بعيدة بطريقة لا ثانية. لا تمام. لا انا أنت بس كان سؤالي، يعني هو انا هي وضحت الفكره، بس انه الفكره انه بعزم اللي صار عند البريمر قلت انه بنقطتين، واحده لفوق واحده لتحت. نحن بس انا ما شفت شفت قوه واحده منهم اللي هي نازله تحت، بس القوه اللي طالعه لفوق ما شفتها. ما شفتها تماما، انت ما بتشوفها بالعين المجرده، هي عند المولر بتكون. لا عند البريمور، عزم البريمولار بتنشأ قوة لفوق قوة لتحت، لا نحن لا شفنا حبيبي القوة النازلة حبيبي، لتحت اللي هي بتبرز. ما بتنشأ قوه لفوق الوحده لتحت. انت لما رسمت لها هي، اول ما بدات بالرسم كبرتها للصوره، وقلت لكم انا هلا رح احكي لكم ليش كبرتها. لحظه ايه تمام، هون بهال هون ايوه هون هون دكتور، هاي رجل، بالضبط. انا كبرتها، شوف كبرتها وكبرتها هون، ها كبرتها هون، وقلت لكم هلا رح احكي لكم ليش كبرتها هي، وهي حقيقه ما انا كبيره، هي تساويها. نحن شفنا بالدرس انه نحن لما بدنا نرسم مقياس القوى لازم يكون مقياس حقيقي، لكن انا ليش كبرتها؟ كان لي هدف بتكبيرها مشان تعرف انه وين عم تطلع ومن وين عم بتفوت. عم تطلع من عند المولر، عم تطلع ثواني، عم تطلع من عند المولر تعمل لها غرز تبزيغ للمولر، وترجع عم بتفوت عند البريمولر تعمل لها غرز عند البريمولر. لكن هو حقيقة هو عزم يساوي تماما عزم اللي عم بيعمل على الابرايتنج للمولر، هو حقيقة يساويه، لكن ما بالمولر بالبريمولر. هلا هون ايمت رح يتشكل عندي عزم ثاني؟ هلا رح نرجع نحكي بالموضوع. اذا انا عندي بريمولر وعندي بريمولر، نرجع على الرسم الثاني. وين راحت؟ هيدا. انا عندي هون جمله، لنفترض انه انا المريض اجى لعندي اطباقه بهذا الشكل، وفي كثير مرضى بيكون اطباقهم بهذا الشكل، يعني بيكون في عندي انا مولر هيك فرضا، وعندي انا بريمولر هيك عامل، وبريمولر هيك عامل، وعندي كناين هيك عامل، هيك هيك شكله. من يومين امبارح يمكن شفنا على الفيسبوك حالي هيك. طيب انا كيف بدي اعدل الاطباق اللي هو بهذا الشكل هيك، اللي هو هذا مستوى الاطباق، وعندي انا مولر فرضا، وعندي هي فيرست مولر وسيكند مولر هيك عامل، يعني انا عندي مريض اجى عندي مريض عنده مستويين اطباق بهذا الشكل، مريض عنده مستويين اطباق بهذا الشكل، كيف بدي اعدل انا مستوى الاطباق هون؟ شو بعمل انا؟ بلعب بالبيوميكانيك. انا عندي اللوب نفسه ما تغير، اللي هو هيك شكله، لكن شو بساوي؟ بدل ما مررها للقوه بمركز المقاومه، بمررها ابعد، وبالتالي راح يصير عندي الشكل. لنفترض عندي انا المولر هيك، وعندي مولر ثاني هيك، وعندي بريمولر هيك عامل، بريمولر هيك، وكناين هيك ديترال، وهي سنترال. عندي واير 19 25، وعندي هون واير موصولين مع بعض 19 ضرب 25. بيجي بحط بالتيوب الثاني بالسيكند سلوت، بحط لوب هون هيك، هون مركز المقاومة. أنا ما بمرره من مركز المقاومة، بمرره أبعد من مركز المقاومة، يعني بعمله بهذا الشكل. مثلا عندي أنا هذا هو هون، بعمله بهذا الشكل. هلا هون وين صارت القوة؟ صارت القوة عم تنزل من هون، أنت ابتعدت عن مركز المقاومة القطاع الأمامي. لحتى بهالحالة شو اللي راح يصير؟ راح يتشكل عندك عزم بهذا الشكل هون، وراح يتشكل عندك عزم بهذا الشكل هون، وراح يصير في عندك قوة غرز بهذا الشكل وقوة تبزيغ بهذا الشكل. بعد فترة هاي الحالة كيف بتصير؟ تصير عندك هيك بحركة واحدة، بتنشيط واحد، بدل ما تغير 20 سلك بستريت واير لحتى توصل لهي المرحلة، وشي صار فك وطالع، وشي صار فك نازل، وشي صار جهة أعلى من جهة، بحركة واحدة بتنشيط واحد أنت سحبت القطاع الأمامي كلياته، عملت له عزم بهذا الاتجاه،
وصار عندك أسنان مرصوفة بحركة واحدة. ليش؟ بس انك انت غيرت بالبيوميكانيك، بدل ما مررتها للقوه من مركز المقاومه الجمل للقطاع الامامي مررتها من الخلف منه. مجرد ما مررتها من الخلف منه نشا عندك انت عزم، نشا عندك عزم، هذا العزم عمل عزم قوي، يعني هذا مومنت اوف فورس، هذا المومنت اوف فورس عمل عندك قوه عزم، عفوا الفورس عملت مومنت اوف فورس، عمل عندك تدوير للقطاع الامامي. كان عندك انت مستويين اطباق، مريض عنده مستويين اطباق تحول لمريض عنده مستوى اطباق واحد. دكتور هون رحتين في راحه واحده مو دكتور؟ هون مثلا ممكن رحتين، ممكن راحه واحده حسب الحاله، يعني في ممكن يجي لعندك، ممكن يجي شرحت لينا هلا. اي تماما، هي هي مثلا هي راحتين، في كتير حالات هيك. هلا المستويات الاطباق دكتور، اللعب بمستويات الاطباق، انا عامل يوم علمي خاص له، يعني عندك انت عندك مستوى اطباق ممكن يكون هيك شكله، وهي مولر وهي مولر، وعندك بريمولر عامل هيك وبريمولر عامل هيك وكناين عامل هيك، ممكن يكون عندك مستويين اطباق، يعني اذا بتوصلي ارش واير بيكون هذا هيك شكله وهذا هيك شكله، تعملي نابض، نابض شو بيعمل هذا النابض؟ بيعمل هذا بيرفعه هيك وهذا بيحركه هيك، بيصيروا مثل هذا. ممكن يكون عندك مستوى الاطباق على الشكل التالي، عندك كثير مرضى وكل حاله، كل حاله الى شكل، يعني ممكن يكون عندك انت مستوى الاطباق بهذا الشكل هيك وعندك البريمولر عامل هيك، هذا كمان دراسي لحال. شوفي مثلا هاي الحاله عندك، هاي اثنين، هاي ثلاثه، عندك هاي الحاله مثلا، هاي حاله اولى مثلا، ممكن تكون عندك مستوى الاطباق البريمولر عامل هيك والبريمولر كناي نظامي وعندك المولر عاملين هيك، هي صار كمان هي رابع مستوى اطباق بدك تعدليه، ما بيصير يكون في عندك مستويين اطباق. فانت نفس النابض بتلعبي فيه بالبيوميكانيك بحيث انه يعدل لك، بدل ما يصار ابرايتنج للمولر صار ابرايتنج للمستوى الاطباق. هلا هون كمان بتجي دور الزرعه، يعني ممكن يكون أنا عندي مستوى أطباق سليم أمامي، قطاع أمامي سليم، لكن عندي أنا مثلا عندي، لنفترض عندي أنا كناين وعندي ليترال وسنترال سليمي وعندي بريمولر عامل هيك، ممكن يجي لعندك مريض هيك شكله. هون إذا بدك تعملي هالحركة لهون رح تتأثر هي وتكسري لمستوى الإطلاق، وبالتالي هون أفضل إنك تحطي مين سكرو، يعني شوفي مستويات الإطلاق كل واحد وإله طريقة عمل مختلفة بحيث إنه نحن ما نضيع وقت. يعني ما بدي أقعد أنا أغير 10 أسلاك 0-12 و0-14 و0-16 و16 ب16 وقضية هيك شي سنة زمان، أنا بلوب واحد خلال 6 شهور بكون زبطت الوضع للمريض. عرفتوا علي كيف؟ هاي الفكرة يعني. فمشان هيك نحن بنحكي إنه في علوم قاصرة، يعني في شغلات لازم تنحط، مجرد ما مثلا هذا الستريت واير مستحيل يحلها فرضا، هاي كيف بدك تحليها فيه؟ مجرد ما ركبت ستريت واير تخربط الأطباق بهاي الحالة فرضا مثلا، أو بهاي الحالة. تخيلي إنه مثلا رح نرسمها لهاي الحالة تاني مرة، رح أرسمها لهاي الحالة تاني مرة، إجا مريض عنده مولر عامل هيك ومولر عامل هيك وبريمولر هيك، يعني هاي 5 4 3، هاي 6 7، تخيل حالك انت واصلتيهم بستريت واير، بده يكون شكله هيك الستريت واير. وخاصة انا ممكن يكون يعني التبذير اكثر او الغرز اكثر، هي هادي بدك تحطي 0-12 بعدين، لأنه 0-14 بعدين 0-16 بعدين 0-16 ستانلس بعدين 0-16 ب0-22 بعدين لحتى يوصل لمرحلة نوعا ما تقدري تحطي فيها 18-25، يعني عندك 1 2 3 4 5 6، 6 كل واحد بده شهرين على الماشي، هي تقريبا وصلتي للثانية. بالمقابل لوب بيعمل لك أبرايتينج بنفس الوقت باللعب بالميكانيك، بيعمل لك غرز خلال 6 شهور 7 شهور بتكون أموره مش يعني.
مش وصلتك اللي نوصل فيه الرحمن. عفوا دكتورة؟ سيات التلك اللي نوصل فيه الرحمن. 19-25 إذا كانت حسب التيوب، يعني إذا نحن عم تشتغلوا على تيوب قياسه 22 تستخدموا 19-25، إذا تيوب قياسه 18 تستخدموا 16-22 حسب التيوب، لأنه يعني المولر مثل البراكيتات المولر، يعني نحن لما نجيب براكيتات قياس 18 ما بيصير نحط المولر قياس 22، لازم يكون 18-18. لما نجيب براكيتات قياس 22 التيوب بالمولر لازم يكون 22، ما بيصير يكون 18 مشان يكون الجملة كلها عم تتوازن مع بعضها. يعني فحسب شو بيكون نشتغل ذراع اللوب اللي نحن عم نشتغل فيه رح ندخله بالراحة الثانية صح؟ بنروح يعني بندخل بالراحة بدنا ننشطه تماما تماما. يعني هلا طيب رح ارسمها بشكل مثلا كبير على الراحة الأولى. ها ثواني، هاي ال 6 وهي ال 7 عندك، هذا في باند وفي 2 سلوتس، وهذا باند وفي 2 سلوتس، هذا بيكون هذا هيك شكله، تعملي سينش باك هون وسينش باك صغيرة هون، هذا بيكون 19-25، وبعدين تعملي وهذا 19-25. تمام ممكن اسمي ضاحك ورحى بنفس الميال. اذا كان ضاحك ورحى بنفس الميال كمان نفس المبدا، عندنا نحن هاي المولر ونفترض، وعندي انا هاي بريمولر وهي البراكيت وعندك هذا التيوب، ها بيكون هذا هيك كمان 19-25 وهذا بيكون هيك. وضحت؟ تمام وضحت، شكرا دكتور. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. دكتور إذا بدي أعمل أبرايتنج للمولار وما بدي يصير فيه غرز للبريمولار وما عندي منيسكرو شو بعمل؟ ما رح يصير غرز دكتور، إذا أنت مررت القوة على مركز المقاومة ما بيصير غرز، لأنه القوة ما رح تكون على مستوى أن تعمل حركة غرز جسمية كاملة، لكن بتعمل حركة إمالي، لأنه حركة الإمالي ما بدها هي القوة مثل الحركة الجسمية. فأنت عمليا مجرد ما مررتها بمركز المقاومة قطاع أمامي كامل، تخيل أنت عم تعمل قوة غرز لقطاع أمامي، يعني عندك كم سن ماسك القطاع الأمامي، يعني أنت لما بتكون عم تعمل غرز ما بتكون أنت مجزأ بس هدول الثلاثة، اللي بتكون واصل الفك كله بواير قطعة واحدة لحال، وعندك هاد عم بيعمل غرز لحال، فبتخيل أنت هذه القوة الغرز رح تحاول تغرز كل هدول، فمانا هاي القوة على مستوى أنها تغرز، لكن بتعمل إمالة، لكن بتعمل إمالة، لأنه الإمالة مانا بحاجة قوة مثل قوة الحركة الجسمية، بتعمل إمالة، يعني إذا أنت عندك قطاع أمامي مايل بتعمله 100% بتعمله. دكتور لازم أجزئ السلك، يعني أحط الأرحاء لحال والباقي القوس لحال؟ اي تماما اجباري، لكان مثل ما عملت لكم اياها هلا. تماما دكتور، هي جايين علي، هي رح تاخذوها بالمستوى الثاني، رح تاخذوها لسه اكثر تعقيدا، يعني رح تاخذوا التفاصيل كلها بس بالمستوى الثاني دكتور، يعني هون ما فينا نحكي كل شيء، اذا بدنا نحكي كل شيء ما بنخلص لسه بساعتين وثلاث ساعات. اي تفضلي دكتوره. دكتور من فضلك سؤال. تفضلي. المسافة اللي الموجودة بين اللوب والباك وطولها ما يأثر على القوة، قوة الابرايتنج؟ لا لا دكتور، الهوك لازم يكون تماما، لازم الهوك تماما يكون خارج من التيوب، يعني انت عندك هاي المولر، عندك هاي الباند والتيوب عليه، بيكون طالع من هون تماما، يعني بيكون هذا هيك شكله هيك، فإذا عملتي هيك تماما عليه تماما بتكون، إذا نشطتي صح بتكون عندك أنت المركز الدوران هون، هذا السنتر أوف روتيشن. شكرا.
ما في أسئلة، شو رأيكم نرتاح شوي لأنه هلأ في بعدكم في محاضرة خاصة بالبيوميكانيك، فإذا ما في أسئلة مشان نسكر. كمان ما بعرف أصلا إذا اللابتوب لسه بيتحمل، يمكن بيتحمل شي نص ساعة، لكن بنلحق نعطيه فيها المحاضرة. الله يعافيكم يا رب، إن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم. محاضرة الجاي محاضرة بكرة رح تكون مشترك، رح أعطيهم إياها للكورس المفصل، رح دخلكم معهم بكورس المفصل، هي عن الحركة، عن الأمامي خلفي اللي كنا رح نحكي فيها، وبعدين ما مشي الحال بسبب الكهرباء، رح تكون هي محاضرتي. المحاضرة اللي بعدها رح تكون عن قياس دورانات الفك ودراسة دورانات الفك السفلي عن طريق تحاليل شفارتز، هي بتكون اللي بعدها، ونكون أو وفينا بوعدنا تجاهكم بالمحاضرات الثلاثة. نلتقي غدا بإذن الله، السلام عليكم.